يا جماعة اتنشن بليز اتنشن بليز بعد اذنكم، يعني انت عشان تخس ليك حرق معين، تمام كده؟ تمام؟ قولوا تمام. جميل. كل واحد فينا كده ربنا خلقه بطاريته محتاجة مثلا 2000 سعر حراري في اليوم. معلش كده عشان نتكلم. 2000 سعر حراري في اليوم، فلو اخدت زيادة عن كده الزيادة دي هتتخزن، ولو قلت عن كده هياخد من المخزون اللي عندك وتخس، تمام كده؟ الانسان الطبيعي ده الانسان الطبيعي بيجي عليك في مرحلتين في حياتك ممكن يزودوا لك الحرق بعد الرياضة طبعا، تمام؟ في مرحلتين من غير ما تعمل اي حاجة، يعني من غير كده وانت قاعد سايب ايديك كده هتلاقي نفسك الحرق بتاعك بيعلى. ايه هما المرحلتين دول؟ للأسف الرجالة مش هينفعوا يمروا بالمرحلة بمرحلتين، هي مرحلة واحدة عند الرجالة، لكن الستات هيمروا بالمرحلتين لو اتجوزوا وخلفوا، تمام كده؟ طيب الحاجتين دول في الشتاء، الشتاء الحرق بيعلى اكتر بكتير جدا من اي وقت فات، واحنا داخلين على الشتاء يعني الكيرف بتاع الحرق هيبتدي يعلى، ولما يبتدي يعلى هتلاقي نفسك بتخس بسرعه. طيب الحاله الثانيه ايه؟ الرضاعه، المرضعات. المرضعات دي هي بتنقل الطاقه بتاعتها للطفل ده، وبالتالي بتستهلك طاقه، محتاجه طاقه اكتر. اذا المرضعات ولاد المحظوظه حاجتين، الشتاء والرضاعه بجانب الحرق الاساسي. ومعانا النهارده نموذج من انجازات المرضعات. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس وإنجازات المرضعات. حضرتك ارفعي المايك واتكلمي. السلام عليكم، صباح سعيد، صباح جديد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس كل يوم جديدة. صباح سعيد. أنا بدأت دايت بوزن 122 ووصلت النهاردة 92 600. 100 كم؟ 122 ل 92 600. 30 كيلو؟ 29.5. 30 كيلو و122 ده الرقم المحبب لدي، يعني اي حد 122 يا جماعه انا بنبسط جدا. تمام، كان مش دلوقتي، كان ها ما يجريش يقعد ياكل عشان يوصل 122 يقول لا عشان ايه؟ عشان حضرتك عايز ال122. فطبعا تحياتي ليكي. التسيفه الثانيه معلش، عشان التسيفه الثانيه. شكرا. انا خسيت انا خسيت الرقم ده في 8 شهور، يعني بدات وعمر ابني شهرين وهو دلوقتي 10 شهور والبيبي ما تاثرش باي حاجه، يعني الدايت فيه كل العناصر الغذائيه وعندنا يوم فري بناخد العناصر اللي هي اللي احنا يعني محرومين منها طول الاسبوع والدايت انا كنت بقع في النص، يعني انا كنت بلخبط في النص بس برجع اكمل وباللخبطه وال طبيعي خدت 8 شهور. طبيعي جدا ان المرضعات عامله زي الايه اللي سايقه عربيه والعربيه دي سرعتها عاليه جدا، فطبيعي ان ممكن يختل توازنهم في وقت من الاوقات، طبيعي ان ممكن يحتاجوا ان هم عايزين يعني يلخبطوا. كنت بلخبط بالايس كريم بصراحه. ايس كريم بس يعني؟ يعني الحلويات، ايس كريم حلويات يعني وايس كريم وشوكولاته. افتح بقى وبعد كده ايه تاني؟ لا الحلويات ما عدتش كان ايس كريم بعد كده ايس كريم وحلويات بعد كده ايس كريم وحلويات وشوكولاته بس. امال انت ايه سبت ايه؟ ما كل حاجه كده ده في اللخبطه، بس برجع تاني اكمل علشان حسيت بفرق كبير جدا وانا براعي البيبي، حاسه ان انا عايزه مجهود ان انا اراعيه وان انا موضوع ان انت بتاكلي وبتاكلي غيرك بتاكلي ابنك، موضوع ان انت لازم تاخدي المغات والحاجات دي كلها طلعت منها ازاي؟ انا بدات بعد الولاده بشهرين، يعني لما بقى عمره شهرين قررت اوقف اي حاجه غلط واي حلاوه طحينيه داخله وخلاص، هاخد العسل وهاكل الجزر وهاكل الحاجات المسكره في الدايت واكل الفاكهه اللي هي فيها سكر برضو زي الجوافه والحاجات دي وخلاص، هوقف انا الحاجات السكر الاوفر زي الحلاوه الطحينيه بقى والدهون زي الزبده والكلام ده كله وهاكل اكل صحي. وعايزه اشكر زوجي الصراحه لانه واقف جنبي وكمان موجود. طب ما خليه طيب تعالى اتفضل.
لان هو ما بيخلينيش اعمل اكل عادي عشان ما اضعفش واكل منه، فبياكل معايا من اكل الدايت. طبعا احنا زوجك، تعالى اتفضل. كابتن احمد. مظبوط كده يا كابتن احمد، مظبوط كده يا كابتن حميدو. احنا اللي بنشكرك بقى. انا بشكرك. وبنشكر اي زوج بيشجع زوجته. تحيه بقى حاجة خير موسى. خليهم يسقفوا تاني. سقفوا تاني يا جماعة. وما كانش بيخليني اعمل اكل اللي هو العادي ده، خاصه هو بيحب الحلويات. ما كانش بيجيب لك حلويات بالليل ويقول لك كلي وانت هفتانه وكده. كان بيجيب لي يقول لي في الفري. بيجيب لي يقول لي كلي في الفري. يعني قال لي كلي في الفري. حتى امبارح قال لي خلاص خليها في الفري بقى، يعني كل الحاجات دي في الفري. وبيجيب لك اكل الدايت كله. بيجيب لي اكل الدايت كله ويسالني كل يوم خدت ثمره الفاكهه، يقعد يتصل بالتليفون يقول لي خدت ثمره الفاكهه. اضحك عشان اقول بسم الله ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هو ده الصراحه، ده المفروض مظبوط. يعني ده المفروض الصح ان صحه البيت من صحتهم، يعني صحه اي شخص فيهم مهمه جدا. وهي دي اللي هو ده الاستاذ احمد، كابتن احمد عمله. كابتن احمد اهتم بزوجته، ربنا يبارك له يا رب. فده خلى الحمد لله. وهو انت بتاكل بقى معاها نفس الاكل؟ نفس الاكل. نفس الاكل. نفس الاكل. حتى امبارح والله متعشي زبادي وثمره فاكهه. طب والله كويس، يعني الحمد لله. وانت بتاكل معاها نفس الاكل؟ بياكل نفس الاكل. ماشي يا عم. هو دايما يشجعني، ويعني ما الحمد لله ما قاليش كلام سلبي. زي ما كنت حضرتك كنت عامل حلقه عن الزوجات وكده. كده وفي كده. ما قاليش كلام سلبي، بالعكس هو بيقول لي دايما عشان صحتك وعشان تنيكي دايما يعني مشرقه كده وكويسه. ما شاء الله. فانا بشكر حضرتك جدا. ربنا يكرمك. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 26. 26 سنه. وكان وزنك 122 كيلو للاسف. طبعا يعني انا بيصعب عليا الصراحه لما الاقي حد صغير في السن كده ويوصل رقم كبير. دي حقيقه، بحس انه عاجز. حد هنا قاعد وزنه 122 او 120ات؟ ها في حد وزنه كده كتير؟ ها بس خايفين يرفعوا ايديهم. عندك 21 سنه. بصي ده المستقبل بتاعك لو التزمتي، هو ده المستقبل. ممكن بالعيل كمان عادي، مش مشكله ان شاء الله تتجوزي يعني ويبقى عندك عيال كمان يعني ان شاء الله. بس نصيحه، يعني اي واحده يا جماعه وزنها زياده ما تحاولش ان هي تدخل موضوع الحمل الا لما تخس. ده حقيقي، لان تعبت جدا في الوزن ده في الحمل، بالذات كمان زدت اكتر في الحمل. طبعا يعني الميه بقى والهرمونات، وكمان شهيتي كانت متقلبه جدا. كمان مش هتقدري تقف على رجلك. ده حقيقي، مش هتقدري تقف على رجلك اصلا. ده حقيقي، كنت بتعب جدا. انا عايزه اقول لحضرتك خسيت الرقم ده من غير مشي. لان ما كنتش، البيبي كان صغير، انا ما كنتش اعرف اسيبه وامشي. ما حضرتك كمان انت اصلا، انا قلت لك انت معاكي، انت عدى عليك الشتاء. انا بادئه 1/3 والنهارده 1 نوفمبر اهو. جميل. 8 شهور يعني، اخدتي بتاع حوالي شهر كده في الدنيا ساقعه برضو يعني. ما هي يعني سبحان الله، المرضعات يعني رزقهم واسع، وفي التخسيس رزقهم واسع كمان جدا جدا جدا. فطبعا دي دعوه اهي، يعني مرضع وبتقول هل حصل اي تاثير على مثلا الرضاعه، يعني تاثير سلبي؟ ما حصلش اي تاثير على الرضاعه، بس انا الفتره الاخيره يعني قضيت حوالي 5-6 شهور كده تمام، وجيت في الفتره الاخيره بقيت بحس شويه ان انا دايخه، بس مش عارفه ايه السبب. طبيعي. ممكن بصي حضرتك السهر بالليل، ضغطي واطي، ضغطي بيوطي، مش عارفه ليه. السهر بالليل تمام، والمجهود العالي اللي حضرتك بتعمليه بيحتاج برضو ان انت تهتمي باكلك اكتر وبنومك. اهتم باكلي ازاي؟ انا ماشيه على الدايت، بس الفكره كلها ان انا احافظ على السنيكس الثابته. لازم. انا ساعات ما باخدش 3 كوبايات لبن. لا حضرتك اوفر. لا هو السناكس يعني. مهمه. السناكس مهمه بكل تفاصيلها، بكل حاجتها، بكل خضارها، بكل شيء، لانها مصدر فيتامين. صراحه بتشبع وما بتخليش الواحد يضعف ابدا. الحمد لله. الحمد لله. متشكره ليك يا باشمهندس. ربنا يكرمك يا رب. شكرا ليكي. ممكن تمضي لي عليها يا باشمهندس؟ امضي لك عليها. حاضر والله. نشكرك، وطبعا بنتمنى لك حياه سعيده، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب 30 كله تمام. 29. طب ما تيجي بقى اللي انت عايزاه. الولد ده بينادي على مامته من بدري وبيعيط.
تمام 28 29. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس. أسهلها أن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك، زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس الصفحة الرئيسية، وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس، وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم، وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس.